غير باش تعرفوا، هذه المرة الثانية اللي كنت سجلت الفيديو، سجلتها عند بابا ودخلت لي فيديو للبيسي وصدق الميكرو ما خدمش مزيان. دوكو دابا زودت الميكرو وخصني نعاود الفيديو من الاول. سيدنا السلام عليكم، سميتي حمزة، هذه عامين وانا كنديكم معايا لي زيفينمون، هذه عامين وانا كنبارطاجي معكم افكار ولحظات من اهم اللحظات في حياتي. فمشينا جمعين يوتيوب داي لي دو زيديسيون ديال فطور 2.0، شاركت معكم لا سومين دانتيغاسيون ديالي. في وسط العام شفتوني كنصبن كناكل كنخرج كنضحك، حتى من الاجواء ديال الغطرباج عشتهم معايا. فحتى دابا غنعملو نفس الحاجة، غنديكم معايا لواحد البلاصة، ولكن هاد البلاصة ما جاتش في سيدي معروف، ما جاتش في كازا، ما جاتش في الرباط، غنبعدو شوية. شحال غنبعدو؟ ماشي بزاف، ماشي بزاف، واحد 16000 كيلومتر صافي. غنمشيو للميريكان. فالسؤال اللي يمكن تكون كطرحوه على راسكم دابا هو اودي هذاك الفيديو نو كيفاش عملتي حتى انك تمشي للميريكان. نعاود لكم بحال الخرافه، كان يما كان ايلون ماسك واوباما وبيل جيتس ولاري بيج، المهم ديك الناس المهمين ديال الميريكان كاملين كانوا جالسين مجمعين مقصرين بخير. جا هو ايلون ماسك سول اوباما، قال له اودي سي الرئيس واش كتعرف البيدونه؟ جاوب اوباما، جاوبو بطبيعه الحال كنعرف البيدونه، واش بنيتك؟ ديك السيد راه عاوني بزاف، وديك السيد كان واحد الانسبيراسيون كبيره بالنسبه لي، وبفضلو وليت الرئيس ديال الميريكان. وديك الساعات كندخل ليدي كاكا وسمعتهم، كانت لابسه واحد الكسوه كبيره هكا كلها معدله بالبيدونات، وقالت لهم اودي ما تمشيوش حتى نسمعكم الاغنيه اللي كتبت على القصه ديال البيدونه. حتى هو ديك الساعات قطع دونالد ترامب تكتم كاملين، قال لهم انا اللي كنعرف البيدونه، انا اللي عندي تجربه في البيدونه، قالوا لهم عليا بالحلوف حتى نزول لي فيزا ديال ليبي كاملين ونخلي غير ديال المغرب، وديك الحيط غنطلعو وغنصبغو بتركواز. فبقاو هكا كيدابزو، شي كيقول لا انا، شي كيقول لا هو، شي كيشرق، شي كيغرب. المهم جا ايلون ماسك بغا يبرد السوق، قال لهم عرفتي شنو غتعملو؟ عطيوني 10 دقائق غنمشي غنبني واحد البيدونه كبيره غنطلعو بها كاملين للديسباس وتما غنحلو هاد المشكل. وبما ان النازا كنحتاجين شي واحد يطلع القمر، جات هي هذيك في الطريق. وانا اصلا الوالد عنده واحد سيد كيعرفو في النازا. فالمهم دور معاه واحد 200 درهم خشى في الدوسي وجاب الله التيسير الحمد لله. ولكن هي الصراحه كاينه بزاف ديال العوامل اللي لعبت، والعامل الاساسي اللي لعب في هادشي هو انني مشيت وقلبت على راسي وجبرت واحد لوبورتونيتي وجدت لها ودفعت لها والحمد لله صدقت. فحتى نتوما مشيو قلبوا على راسكم، راه لي زوبورتونيتي عطاهم الله غير اللي ما بغاش. خدموا على راسكم، خدموا في باس كولير ومشيو قلبوا على راسكم. فالمهم رجعوا للموضوع ديالنا، هذا البروغرام اللي غنشارك فيه هو لو بروغرام ميبي، ذا ميبي بروغرام فور ليدرشيب. C'est un programme organisé par l'État américain fin qui reçoit une مجموعه ديال les étudiants من la région MENA, des étudiants qui démontrent un potentiel de leadership qui reçoivent pendant 6 semaines. 6 semaines ديال القرايه، 6 semaines ديال السفر، 6 semaines ديال العمل التطوعي في اسوسياسيون امريكان، 6 semaines ديال اللقاءات مع دي ريسبونسابل و لي فيزيت دو تيران لي موزي دي اكتيفيتي بحال هكا. المهم فات هادي واحد 7 شهور، دفعنا بروميامون بار دوسي، ديك الدوسي كان فيه دي ديسيرتاسيون، كان فيه شنو كتعمل في باراسكولير، كان فيه لي ريلوفي دو نوت و تقبلت. وديك الساعات دوزت ان اونتروتيان بار سكايب والحمد لله تقبلت. فدابا انا في امريكان، انا دار بيت في الكامبوس ديال مونتانا ستيت يونيفرسيتي، يونيفرسيتي دو مونتانا في بوزمان ليتا دو مونتانا. واذا بحال ديما بغيت نفلوغي، بغيت نخرج دي فيديو، هاد لا سيري ديال لي فلوغ غيكون سميتها هاشتاغ بيدونا في امريكان. ولكن باش نخرج لي فيديو وباش نفلوغي بغيتكم تعاونوني حيت بغيت تكون هذه اون اكسبيريونس انتراكتيف. بغيت نعرفكم شنو بغيتو تعرفوا من هنا، شنو الحاجات اللي بغيتو تعرفوهم، شنو هو شي بوان في لا كولتور اللي بغيتو تعرفوا عليه، لا كولتور امريكان. واش بغيتو تعرفوا باغ اكزومبل شي ديفيرونس بريسيز ما بين لا كولتور امريكان ولا كولتور ديالنا في المغرب، شنو المواضيع اللي تبغيو نطرق ليها. نقدر كاع نجيب شي واحد معايا امريكاني ونسولو، نقدروا نعملوا دي فيديو ديال كيو ان اي كيسيون ريبونس. الطريقه الثانيه اللي تقدروا تعاونوني بها هي انكم
تبارطاجيو هذا الفيديو، تانفيتيو فو زامي انهم يأميو لاباج فيسبوك، تابوناو لاشين يوتيوب، وانفيتيو لي جون انهم يتابوناو لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو باش كلشي يعرف. حيت انا لي فيديو ديالي الهدف ديالهم ماشي هما انهم يضحكوا، الهدف ديالهم هما انهم يانفورميو الناس وانهم تكون شي حاجه بوزيتيف. وراه ما كنستافدش منهم، لاشين يوتيوب ني با مونيتيزي بوغ لانستون. فلذلك الاستفاده ديالي هي ان الناس يشوفوا داكشي، الناس اللي انتريسي باغ هادشي يشوفوه. وشحال ما كان الناس شحال ما حسن، حيت كما قلت لكم غير خص هادي تكون اون اكسبيريونس بارتيسيباتيف. اي نوزون بلان في واحد لومبلو دي طون تري شارجي، فيه فريمون بزاف ديال اكتيفيتي ونهار كامل عامر على داكشي. فملي غنخرج الوقت باش نصور وباش نعمل المونتاج ديال هاد الفيديو راه غياخد هادشي واحد ليفور كبير. فأي حاجه تقدر تموتيفي مزيانه على داكشي، كنطلب منكم انكم تبارطاجيو وانكم تكونوا انتراكتيف انتراجيسيو معايا. الى كنت تبارطاجيو شي حاجه، شي فيديو ولا شي راي ولا شي حاجه بحال هكا، يوتيليزي لو هاشتاغ بيدونا في امريكان. فهذا ما كان، تحيات بيدونا من امريكان. انا بقى مباشر لك انا شير ولا شيرة، سيانير وجزيرة، جاي من الادغال كيما وكلي وبغليرة ودير اوباما وشاكيرة.